مشاهدو الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريترية لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وصول وفد اريتريا على المستوى الى دوله الصومال. الغاء لتقييم تنفيذ نتائج منتدى المراه في مندفره. مزارع منطقتي زولا وأفتا ينظمون أنشطة فاعلة في حفظ المياه والتربة. قتلى في عملية أمنية بالأردن. الكوريتان تتفقان على عقد قمة في بيونغ يانغ خلال سبتمبر المقبل. وكالة ناسا تطلق مسبارا نحو الشمس. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. وصل اليوم 13 من أغسطس الجاري في زيارة عمل رسمية إلى الصومال وفد إريتريا على المستوى مكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس السياسي أفورقي السيد يماني قبرآب. ويتباحث الوفد لدى وصوله إلى الصومال مع رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء السيد حسن علي خيري حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما يبحث الوفد تطور تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في العاصمة أسمرة بين البلدين. الجدير بالذكر بأن رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد كان قد قام بزيارة عمل رسمية إلى أسمرة استغرق 3 أيام بدعوة قدمها له فخامة الرئيس السياسي أفورقي في يوليو المنصرم. عقد في 9 أغسطس الجاري في مدينة مندفرة بالإقليم الجنوبي لقاء لتقييم عملية تنفيذ نتائج منتدى المرأة الذي انعقد خلال العام الماضي. وفي اللقاء الذي شارك فيه مدراء المديريات ومسؤولي فروع اتحاد المرأة في المديريات وممثلي الاتحادات الوطنية ومسؤولي أقسام إدارة الإقليم، تباحث الحضور حول أنشطة المرأة الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية وفق البرنامج الموضوع خلال المنتدى. كما بحث المشاركون طرق وأسس تحسين القدرات الاقتصادية للمرأة من خلال مزاولة أنشطة تربية النحل واستخدام مواقد أدحنت وممارسة الأنشطة التجارية بالاستفادة من القروض المتاحة، فضلا عن برامج التوعية والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى دور ومساهمة المرأة في المجال الاجتماعي مثل خدمات الصحة والتعليم. وأوضح في الاجتماع التقييمي الأعمال الجارية لتعزيز برامج تأطير المرأة البالغ نسبتها 41% بالإقليم، بالإضافة إلى الأنشطة الجارية لرفع درجة مساهمة المرأة في الأنشطة التجارية البالغ نسبتها 29% فقط. وقال المشاركون بأن تقييم الأعمال الجارية لحل المشكلات التي تم التعرف عليها خلال منتدى المرأة المنعقد العام الماضي يبرر فعالية إدارة الأعمال الجارية، داعين إلى الإعداد المسبق والدراسات الدقيقة من أجل أن تؤتي السيمينارات وحملات التوعية الجارية بنتائج إيجابية. وفي ذات السياق، أوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن لجنة حقوق الطفل المكونة من ممثلي وزارتي العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة أجرت في نفس اليوم تقييما لأعمالها خلال 6 أشهر الماضية. يقوم مزارع ضاحيتي زولا وأفتا في مديرية فورو بأنشطة تنموية فاعلة لحفظ المياه وحماية التربة والاستفادة الجيدة من السيولة المنحدرة في المشاريع الزراعية، فضلا عن إصلاح البنى التحتية المتضررة. وصرحوا لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن الأعمال الجارية منذ شهر مايو المنصرم بتنسيق القدرات المتاحة تركز على بناء وصيانة الحواجز المائية، مشيرين إلى أنهم يتوقعون الحصول على إنتاج زراعي وفير بفضل تلك الجهود وكذا موسم الخريف الجيد في المرتفعات. وأوضح المزارعون بأن القنوات التحويلية أصبحت خارج نطاق العمل نتيجة لامتلائها بالطمي، مما يؤثر ذلك سلبا على إنتاجهم الزراعي، داعين إلى مساعدة الجهات المعنية للحد من هذه المشكلات. من جانبه، قال مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد صالح إبراهيم بأن النفير هو استمرار لاستكمال الحواجز المائية المبنية في شهر أبريل المنصرم، حيث تم بناء حواجز مائية بطول 5000 متر، مناشدا بدعم تلك الأعمال بالآليات الثقيلة للحصول على المزيد من الإنجازات. هذا وتشير مستندات فرع وزارة الزراعة في مديرية فورو إلى وجود 8000 هكتار من أراضي الزراعة المروية بالمديرية.
أعلن في الاجتماع التقييمي الذي جرت فعالياته في 10 و11 من شهر أغسطس الجاري بمدينة مندفرة بأن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي يسعى جاهدا للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وأن الأنشطة التي جرت حتى الآن قد حققت نتائج ملموسة. أوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي الدكتور أمانيال محرتاب في بداية اللقاء بأن الفرع يمنح الأولوية للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة. وأشار الدكتور أمانيال بتسيير برامج مختلفة للتطعيم بهدف الحد من وفيات الأمومة والطفولة، إضافة إلى المتابعة المستمرة قبل وبعد الولادة، مشيرا إلى تنظيم سيمينارات وحملات توعوية لتشجيع الحوامل كي يلدن في المراكز الصحية وبناء غرف لانتظار الحوامل وكذا توفير المستلزمات المطلوبة. كما قدم مسؤول المؤسسات الصحية في الإقليم والمديريات توضيحا مفصلا فيما يتعلق بالأنشطة الصحية المقدمة في مناطقهم، وناشدين بضرورة إيجاد حلول لمشكلة نقص المعدات وسيارات الإسعاف. وأوضح السيد يماني تعدل المدير العام للإدارة والمالية بوزارة الصحة بأن الوزارة تسعى لإكمال النواقص في المعدات الصحية، مشيرا إلى توزيع 6 سيارات إسعاف إلى الأقاليم هذا العام حسب الأولويات. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كروسوس أن تقييم أنشطة القطاع الصحي يساعد في الحفاظ على الإيجابيات وإكمال النواقص، مؤكدا جاهزية إدارته للمساهمة بكل ما يطلب منها من أجل حل المشكلات. تلقى 50 من الشباب القادمين من مختلف ضواحي مديرية لقو عن سبا دورات تدريبية مهنية، حيث تلقى نصف هؤلاء الشباب المحتاجين الذين تم اختيارهم من تلك الضواحي دورة تدريبية في تربية المناحل لـ2 شهر، بينما تلقى النصف الآخر دورة تدريبية في مد وصيانة أنابيب المياه لمدة 4 أشهر. وأوضح في مراسم التخرج التي جرت في 12 من أغسطس الجاري لمنطقة مغاركة بأن أولئك الشباب تلقوا الدورات وهم يتقاضون 400 نقف شهريا، حيث كان الهدف من تلك الدورات المهنية هو تمكين الشباب من تحسين حياتهم المعيشية بالاستفادة من المعارف المهنية المكتسبة. ودعا مدير مديرية لقو عن سبا السيد إبراهام حقوس الدارسين لتطوير المعارف المهنية المكتسبة في مواقع العمل لتحسين حياتهم المعيشية. الجدير بالذكر بأنه قد تم تنظيم دورات مهنية تدريبية في المديرية بداية من مطلع العام 2017 وحتى شهر أغسطس الجاري ل140 شابا بينهم 98 من الشابات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت الحكومة الأردنية أن قوات الأمن انتشلت جثث 3 يعتقد أنهم متشددون من تحت أنقاض مبنى انهار جزئيا بمدينة في وسط الأردن بعد اشتباك قتل فيه أيضا ما لا يقل عن 4 من أفراد الأمن. وفي عملية أمنية كبرى حصرت قوات الأمن الأردنية مبنى في منطقة سكنية من مدينة السلط بحثا عن المسؤولين عن هجوم بقنبلة استهدف سيارة فان تابعة للشرطة. وقالت الحكومة أن 4 من أفراد الأمن قتلوا خلال العملية بعد أن تحصن من يشتبه بأنهم متشددون في مبنى متعدد الطوابق في السلط. وقال مصدر أمني أن جانبا من المبنى انهار فيما قد يكون انفجار نفذه انتحاري من الداخل. وذكر مصدر طبي أن تبادل إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة 20 شخصا على الأقل من بينهم نساء وأطفال يعيشون في المنطقة. وأعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام في حين شارك آلاف الأشخاص في تشييع جثامين رجال الأمن الذين دفنوا بعد جنازات عسكرية. تعتزم الكوريتان عقد قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر المقبل حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب بعد محادثات أجراها وفدا البلدين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الشمال عن الجنوب. وفي حال توجه مون جاي أن إلى بيونغ يانغ فستكون هذه أول مرة يزور فيها رئيس كوريا الجنوبية عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات. وعقد مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مفاوضات رفيعة المستوى فيما يشير تقرير صحفية كوريا الجنوبية إلى أن الجانبين قد يخططان لعقد قمة في بيونغ يانغ في وقت لاحق هذا الشهر. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر
أن تبدأ الكوريتان الفحص الميداني المشترك لتحديث طريق خط كيونجوي الذي يربط بين كيسيونغ وبيونغ يانغ. وقالت صحيفة كوريا الجنوبية أن الجدول الزمني كان منسقا في معظمه مع كوريا الشمالية، ومن المرجح أن تعقد القمة في بيونغ يانغ. أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا مسبارا في رحلة ستأخذه إلى مسافة قريبة من الشمس أكثر مما حققته أي مركبة فضائية أخرى. وسيمر المسبار عبر الهالة الشمسية متحملا الحرارة الهائلة في الوقت الذي يدرس فيه الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس والذي يشهد حدوث الرياح الشمسية. وانطلقت المركبة باركر من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية في مهمة تستمر 7 سنوات. ومن المقرر أن تدخل المركبة الهالة الشمسية لتصبح على بعد 6.1 مليون كيلومتر من سطح الشمس، وهي مسافة أقرب 7 مرات مما وصلت إليه أي مركبة فضائية أخرى. وتأمل ناسا في أن تتمكن النتائج التي سيتوصل إليها المسبار العلماء من التكهن بالتغيرات في البيئة الفضائية المحيطة بكوكبنا. والمشروع الذي يتكلف 1.5 مليار دولار هو أول مهمة كبرى في إطار برنامج ناسا الذي يطلق عليه اسم العيش مع نجم. احتشدت 200 مجموعة تضم كل منها توأمين أو 3 توائم في معرض خيري بالعاصمة الأوكرانية كييف للاحتفال بيوم الأخوة وتسجيل رقم قياسي أوكراني جديد. وامتلأ ساحة المعرض بعربات توائم يرتدون ملابس متماثلة، بينما اصطفى أباؤهم لتسجيل أسماء أبنائهم من أجل الرقم القياسي. وحطمت التوائم من الذكور والإناث والذين بلغ عمر أصغرهم 4 أشهر الرقم المسجل في أوكرانيا عام 2017، والذي كان 100 مجموعة من التوائم الذين احتشدوا في مكان واحد ووقت واحد. ومن بين التوائم كانت هنالك 10 مجموعات تضم كل منها 3 توائم حققوا رقما قياسيا أوكرانيا جديدا أيضا. ويشار إلى أن الرقم القياسي العالمي بشأن التوائم المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية مسجل في تايوان عندما احتشدت مجموعة توائم في ساحة بلدية تايبي في وقت واحد. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.